المبعوث الأممي وكل من له شان بالوضع اليمني بشكل عام أن يعوا خطورة المرحلة وما يحصل في محافظة المهرة بشكل خاص. لابد من خروج هذه القوات المحتلة من محافظة المهرة والضغط عليها بمغادرة أراضي المهرة فورا، كذلك خروج القوات الإماراتية والإسرائيلية من محافظة سقطرى. ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى النزول إلى محافظة المهرة واكتشاف الوضع وما يحصل فيها. أبناء المهرة بسلميتهم المعتادة يؤكدوا دائما أنها محافظة آمنة ومستقرة، ولن يكونوا مصدر قلق لأي دولة جارة، وخاصة ما يقال عن تهديد المياه الإقليمية والدولية.